بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. المجلس 51 من أول الكتاب. فصل في أحكام المساقاة. والمساقاة لغة مشتقة من السقي، وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. يبقى المساقاة إن إنسان يكون عنده بستان من نخل أو عنب وليس له القدرة على رعايته، إما لا يملك الوقت أو ليست له الخبرة، فيحتاج إلى من يقوم برعايته سقيا وتربية وجنيا للمحصول، ومقابل هذا يعطيه جزء من الثمر، فالعقد اللي بينهم يسموه عقد مساقاة. الشافعية قالوا لابد أن يبقى نخل أو عنب بس في الجديد، أما في القديم فأي نخ أي شجر، شجر مشمش، شجر برتقال، أي شجر في القديم زي الأحناف. الأحناف عندهم إيه؟ أي نوع شجر مثمر يجوز أنك أنت تتعاقد على المساقاة فيه على أن يقوموا بسقيه ورعايته عامل، مقابل أن يأخذ نصيب معلوم من عموم الثمر وليس من جزء معين من شجر معين. يعني ما تقولوش مثلا هتاخد انت ثمر العشرين نخلة دي والباقي بتاعي، كده غلط. ليه؟ لانه قد يخدم ما يأخذه ويهمل الباقي فيحصل نزاع. كويس؟ فطالما نمنع النزاع، والعقود المعاملات قائمة على عدم النزاع وعدم اكل اموال الناس بالباطل، لابد يتوفر في اي عقد اسلامي انه هو عقد لا يؤدي الى نزاع، وان هذا العقد لا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ده الشرطين الأساسيين. عشان كده كل أبواب المعاملات ما هي إلا تفسير لقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبالتالي يبقى ياخد نصيب معين، النصف مثلا، الربع، الثلث، حسب ما يتفق من مجموع الثمر، من مجموع الثمر، وليس من ايه، من ركن معين من ايه، من البستان، والا هيؤدي الى النزاع كما قلنا. علشان كده في التعريف مشي على الجديد، قال ايه؟ دفع الشخصي يعني المالك نخلا او شجر عنب، لان الجديد ما ينفعش في عقد مساقاة الا في النخل والعنب بس، ده في الجديد. يبقى ماشي التعريف على الجديد، إنما القديم كان أي شجر مثمر. هنتكلم دلوقتي في أثناء الشرح. لمن يتعهده اللي هو العامل. عشان كده عقد المساقاة ممكن يسمى عقد المعاملة من أجل ذلك، عشان بيجيب عامل يشتغل. فليه اسمين، مساقاة ومعاملة. يقول لك عامل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النصف من ثمره، عاملة. فسميت معاملة عشان كده. لمن يتعهده بسقي وتربية،
على أن له قدرا معلوما من ثمره، من عموم ثمره. يبقى عرفنا هنا أن العقد قائم على إيه؟ أركانه مالك وعامل ونخل أو كرم شجر مثمر يعني، وخدمة وأجرة وصيغة، واخد بالك؟ ادي الايه اركان العقد، يعني ممكن تستنبطها من التعريف. والمساقاه جائزه، جائزه يعني ايه؟ يعني مشروعه، مش جائزه يعني ايه؟ يعني معناها يعني ضد باطله. ساعات يقول لك الصلاه دي جائزه يعني صحيحه، لا، المقصود هنا مشروعه، جائزه يعني مشروعه. والمساقات جائزه على شيئين فقط، النخل والكرم. وسماها الكرم اللي مع ان النبي نهى عن ان نسميها الكرم، مش كده؟ برضه معروف الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكرم هو المؤمن، واخد بالك؟ لانه كان العرب تسمي العنب كرم وتسمي الخمر كرم، لان الخمر جاي من العنب. ويسموها كرم ليه؟ لانها مشتقه من الكرم، وتملي الانسان اما يسكر يفقد حرصه على ماله، فيقوم ينفق بلا ايه؟ بلا ضابط، فيبقى كريم. طول ما هو سكران كريم، اول ما يفوق يبتدي ايه؟ يحسب. فاعتبروا ان الخمر يعني تؤدي الى الكرم يعني، فسموها كرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف ان الخمر ام الخبائث، فالنبي قال لا تقولوا الكرم قولوا العنب، انما الكرم هو المؤمن، يعني المؤمن هو اللي كريم، كويس؟ لكن هو هنا سماها ليه كرم؟ عشان يبين ان النهي عن تسمية العنب كرم نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فهو عايز يعني يفهمك ان النهي هذا نهي تنزيه، وبالتالي قال لك الكرم هو عارف انها منهي عنها، بس بما يسيمها لك هنا علشان يبينها ايه؟ انها نهي تنزيه. يكون على شيئين فقط، النخل والكرم. ليه الشافعية في الجديد الامام الشافعي غير رأيه عن القديم؟ القديم اي شجر مثمر زي الاحناف كده، واخد بالك ازاي؟ شجر تين، شجر برتقال، شجر مانجا، شجر خوخ، شجر مشمش، اي شجر مثمر يمشي تنفع عقد المساقة ده على القديم، وهو ده مذهب الاحناف برضه. لكن الشافعي في الجديد قال لا، احنا هنخليها النخل والكرم، لان النبي لم يتعامل مع هذا العقد الا في النخل والعنب فقط. وعلشان كمان بيشتركوا مع بعض ان فيهم الزكاة. الشافعي ما عندوش زكاة في الفواكه، لكن عنده الزكاة فيما يقتات ويدخر. العنب بيبقى زبيب يقتات ويدخر، والنخل بيجيب التمر اللي هو يقتات ويدخر. فقال طالما الشجر ده فيه الزكاة، انما الشافعي عنده المشمش والتين والفواكه ما فيهاش زكاة، مش كده برضه؟ فقال يبقى نخص بدول لانه فيهم الزكاة، ويمكن فيهم الخرس. الخرس يعني ايه؟ يعني يمر واحد خبير ويقدر بخبرته قيمة الثمر فيباع خرصا، انما باقي الثمار لابد ان تباع وزنا، ما فيهاش خرس، كويس؟ فالامام الشافعي قال لك النخل والعنب فيهم الخرس وفيهم الزكاة وفيهم ايه؟ العارية. العارية اللي في حدود خمسة اوسق لما اتكلمنا عليها خرصا دون تحقق ايه؟ التماثل، شرط التماثل لما اتكلمنا في الشرط في الربا، فاكرين؟ فقال طالما النخل والعنب فيهم هذه الاشياء وليست في غيرهم، يبقى لا يقاس عليها غيره. والنبي تعامل بالمساقاة في النخل والعنب فقط، يبقى اكيد لعلة انهم فيهم الزكاة وان فيهم الخرس وفيهم العراية. واضح كلام الامام الشافعي في الجديد؟ عشان كده الامام الشافعي في الجديد ده اللي ايه؟ وان كان الامام النووي والماوردي وكثير من الشافعيه من اصحاب الوجوه رجحوا القديم في هذه المساله، ودي من ضمن المسائل اللي اخذوا فيها بالقديم دون الجديد تيسيرا على الناس في المعامله. فهمتني بقى ازاي؟ تيسيرا للناس في المعامله. لكن هنا ماشي في المختصر على الجديد، واضح؟ يبقى قال النخل طب وايهما افضل، النخله ولا شجره العنب؟ ايهما افضل؟ الراجح قالوا النخل، لان النخل في القران من اوله لاخره مقدم على العنب.
تملي يذكره أولا. وأن ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النخل إيه عمتكم النخلة، وأنها مخلوقة من جزء قليل بقي من طينة آدم، وأن هي على رأس كمان الإيه الشجرة النباتية اللي هي بين النبات والحيوان على طول، أعلى جنس في النبات هو النخلة، يليها الحيوان مباشرة. واخد بالك؟ يعني النبات يبتدي من الطحلب، الطحالب دي تعتبر نباتات بس خلية واحدة، وبعدين بعد كده تتعدد النباتات، وبعدين بعد كده لحد ما توصل أعلى القمة الهرم في النباتات اللي بعدها الحيوان على طول، هتلاقي النخلة منها ذكر وأنثى. تشبه الحيوان في الذكورة والأنوثة، خد بالك؟ ومش كده وبس، ولو قطعت رأسها ماتت، وسائر النبات لو قطع رأسه ينمو من الجوانب إلا النخل، فتشبه الحيوان من هذه الجهة، مفيش حيوان يعيش من غير رأس، والحيوان ذكر وأنثى، مش كده برضه؟ فقالوا وعشان كده كمان قالوا إن النخلة، النبي شبه المؤمن بالنخلة، لأن كل جزء فيها يستفاد به، مفيش حاجة تترمي. كل جزء فيها بيستعمل ويستفاد به، وبالتالي يبقى النخلة ايه هي الافضل. وقالوا ان العنب منها الخمر وهي ام الخبائث، وعلشان كده تبقى تيجي نمرة اتنين بعد النخل. فلا تجوز المساقعة على غيرهما كتين ومشمش. مشمش 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 تنفع، كل ده جائز، لكن المصريين يكسروها ويقولك مشمش باللغة المصرية فصيحة أيضا، لكن هي بتسليس الميم من حيث اللغة، ينفع ضم الميم وكسر الميم وفتح الميم، فنخلينا على المصريين نقول مشمش. ولأن المشمش في مصر بيظهر فترة بسيطة ويختفي، فلما واحد يقول لك مش هتشوف حاجة يقول لك في المشمش، لأن المشمش يجي ويختفي الناس ما تدرش بيه، فلما يبقى ناوي يقول لك إن الحاجة دي مش هتحصل يقول لك في المشمش إن شاء الله، فربنا إيه يمشمشها علينا. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة، اللي هي شروط العاقد بقى المالك، أولا يبقى المالك في نفس شروط الوكيل من حرية التصرف والملك التام والعقل، واخد بالك ازاي، والحاجات دي كلها، يبقى جائز التصرف اللي هو يكون رشيد. طبعا لو اشترط الإسلام في المعاملات، يعني ممكن واحد يهودي يتعاقد مع واحد مسلم بعقد مساقة، فهمتني ازاي؟ لا يشترط بقى فيها الاسلام، مش احنا مش بنتكلم في الصلاه، في الصلاه نقول لازم يبقى مسلم، لكن هنا دي معامله، فالمعاملات ما تحطش فيها الاسلام كشرط في المعامله، لكن المهم يبقى مالك حر التصرف عاقل ليست عليه حجر، مش محجور عليه بدين او فلس او سفه او شيء من هذا. عشان كده قال لك ايه، من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. وصيغتها، لأن احنا قايلين ان من ضمن أركان العقد المساقاة صيغة إيجاب وقبول، واحد يقول له ساقيتك أو عاملتك على هذا البستان على أن لك فيه النصف، الثاني يقول قبلت، كويس؟ صيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعاهده ونحو ذلك، ويشترط قبول العامل، الثاني يقول قبلت، يعني إيجاب وقبول. ولها أي للمساقاة، هي طبعا أصل عقد المساقاة اللي هو دليله، يعني الأصل لما نتكلم عليه في كتب الفقه نقصد الدليل، ولما نقول الأصل في كتب الأصول نقصد إيه؟ المقيس عليه، مش كده برضه؟ في أبواب القياس. فاحنا لما نقول الاصل وبنشرح فقه يبقى تعرف على طول الدليل. الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر لما فتح خيبر، الصحابه مش فاضيين يقعدوا في خيبر على بعد 150 كيلو من المدينه مسافه، والصحابه عايزين يقعدوا في المدينه ويخرجوا كمان لنشر الاسلام، فمش فاضيين يقعدوا يفلحوا في الارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر ترك فيها اليهود يفلحوا فيها على ان ياخذوا النصف من ثمره، واخد بالك، ياخدوه، والنص الثاني ياخدوه المسلمين. فهذه المعامله استمرت لحد يمكن خلافه سيدنا عمر بن الخطاب، وبعد كده اجلهم من خيبر سيدنا، لان بعد الفتوحات بقى عندهم عبيد كتير بسبب الفتوحات، فيقدروا يشغلوهم في الاماكن دي. وسيدنا عمر كمان سمع حديث النبي لا يبقى دينان في جزيره العرب، فاجلى اليهود من خيبر.
في خلافة سيدنا عمر. فده أصلها يعني أصل التعامل فيها. ولها أي للمساقاة شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة. أول حاجة أن يقدرها يعني المالك، يقدرها المالك بمدة معلومة. لازم المدة دي على فكرة يكون بيثمر فيها الشجر غالبا أو يقينا، غالبا بإيه؟ بحكم أهل الخبرة، أو يقينا من حيث التجربة. ما ينفعش أن أنا أقول له إيه اخدم لي في النخل ده لمدة شهر، لأنه الشهر ده مش هيكفي. لازم يكون مدة يثمر فيها الشجر غالبا أو يقينا. يقينا يعني بالتجربة المستمرة، وغالبا يعني بسؤال أهل الخبرة. واضح؟ يبقى بمدة معلومة كسنة هلالية مثلا. ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح، يعني ما ينفعش يقول له المدة حتى تثمر، لأن قد تتأخر الثمار وتزيد مدة الخدمة فيضر العامل، وبالتالي ما ينفعش في الأصح. يعني مقابل الأصح ممكن يقول له بإدراك الثمر. ولا يجوز كمان أنه هو يعمل عقد مساقاة لثمر بدا صلاح، لأن هنا هتبقى الخدمة مش محتاج خدمة خلاص، ما هو بدا صلاح. واضح؟ وبالتالي يبقى في الحالة دي يجيب واحد يشتري بقى، مش يجيب واحد يأجر. يبقى أول حاجة أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. مقابل الأصح يمكن بإدراك الثمرة، لكن إيه ليه خليناه مقابل الأصح؟ لأن الثمرة قد لا تثمر، أو قد يتأخر الثمر لأي سبب، بمرض أو شيء من هذا، فيخليها مدة أحسن. والثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة، كنصفها أو ثلثها. فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا، صح وعمل على المناصفة. لكن ما ينفعش يقول له إيه تعال أخدم في النخل ده والكرم أو العنب ده، وإن شاء الله لما يطلع الثمر هبقى أرضيك. ما ينفعش ترضيني، هتديني قد إيه يعني؟ فاهم؟ ممكن يديله 3 4 كيلو ويقول له مع السلامة كده. ما ينفعش كده. فيبقى لازم يحدد له من الأول. وزي ما قلت لك لابد أن يحدد له من مشاع الثمر، وليس من إيه؟ من مكان معلوم يشاور له عليه، وإلا قد يخدم هذا المكان ويهمل الباقي. العمل بقى هيعمل فيها ايه؟ العامل قلنا العامل هيشتغل فيها على ضربين. العمل اللي يعود نفعه على الثمرة يبقى مسؤولية العامل، والعمل اللي هيعود نفعه على الشجر وعلى الارض يعني دائم، شيء دائم، يبقى على المالك. يعني هيحفر مثلا ساقية، الساقية دي هتقعد بقى ايه عدة سنوات، يبقى دي على المالك تكاليف الحفر. واخد بالك ازاي؟ اي حاجة تعود على الشجرة وعلى الارض يعني مما يدوم يبقى على المالك تكاليف، واي حاجة تعود على الثمرة تبقى على مين؟ على العامل، لان العامل ليه نصيب في الشجر في الثمر، ملوش نصيب في الشجر. خدت بالك؟ وعلشان كده يقول لك العمل فيه على ضربين يعني نوعين. احدهما عمل يعود نفعه الى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، فهو على العامل. والثاني وعمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب الدولاب اللي هو الإيه؟ وسائل السقي يعني. يعني هيجيب الوقت يجيب لك موتور مثلا، الموتور يبقى على المالك، موتور بتاع الري يعني، كنصب الدولاب وحفر الأنهار، فهو على رب المال. ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر. يعني لو شرط يبقى الشرط ده فاسد لا يوفي به. واخد بالك؟ لو شرط عليه. ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، لازم كمان يسلم له البستان، ما يتحكمش فيه. فهمت ازاي؟ يديله فرصته ويسلم له البستان تماما، علشان يبقى هو رئيس العمل، ما يبقاش الملك كمان ريس عليه. عارف لو الملك الحاجه اللي فيها ريسين تغرق، يحصل نزاع برضه. يجي يقول له
ايه مثلا انا حاسق النهارده، الملك يقول له طب ما تخليها بكره، يجي بكره يلاقي ايه مش لاقي سولار وحصلت ازمه، فتبص تلاقي ايه يقول له طب هنستنى اسبوع، يقوم الشجر يعطش، يقوم الثمر يقل، يقول له مش انا قلت لك كنا نسقي امبارح، انت اللي قلت لي بكره، انت يحصل نزاع. فهمت؟ فلازم يسيبه هو يتصرف كويس. ولا يجوز ان يشرط المالك على العامل شيئا ليس من اعمال المساقاه كحفر النهر، ويشترط ايضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. رب المال يقول له انا عندي واد ايه يعني شاطر كده كويس هخليه يساعدك، يقوم التاني يحس انه جاي له رقابه بقى من المالك، عين معاه، مش هياخد حريته في خدمه اللي ايه الشجر، واخد بالك؟ ولو حصل يقول له ما انت جايب لي واحد كل ما اقول له اعمل حاجه ما يعملهاش، برضه يؤدي للنزاع. يعني كل حاجه لا تؤدي الى النزاع يجي الفقيه يقول لك، مع ان النبي ما قالهاش على فكره، يبقى الفقيه فهم مقاصد الشر، ويبتدي الفقيه بعد كده يقول لك الشروط اللي هي تؤدي الى مقاصد الشر. عشان كده في ناس كتير لما بتقرا في كتب الفقه اللي هي المتبحره يقول لك ايه الشروط دي كلها، ده ما فيش احاديث بتقول الكلام ده، جابوها منين؟ جابوها من مقاصد الشريعه، واخد بالك؟ فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين. في عقود بتبقى جائزه زي ما اتكلمنا مثلا احنا المره اللي فاتت في عقد القراض، احنا قلنا انه عقد ايه؟ جائز من الطرفين، يعني اي واحد من الطرفين ممكن ايه؟ يفسخه في اي لحظه. عقد المساقاه مش كده. ما ينفعش بعد ما اتفقنا وقبل ما الثمر يطلع ويتقطع بيومين اقول له لا انا مش عايزك بقى مع السلامه، ما ينفعش. فلازم ليه؟ لان فيها جهد واتفقنا. فيبقى ايه؟ يلزمهم، لدرجه ان لو مات احد الطرفين ينتقل العقد الى الورثه، يستمروا فيه لحد ما ينتهي. يعني افرض انت مثلا ابوك اتفق على عقد مساقاه مع عامل، وجاء هذا الاب مات قبل ايه؟ قطع الثمار. الورثه عليهم يستمروا عقدهم مكان ابيهم مع هذا العامل لحد ما ينتهي من قطع الثمار وياخد نصيبه، وبعد كده يجددوا مع العقد او يعقدوا مع اخر او يبيعوه او يتصرفوا في الارث، لكن لازم العقد يستمر لحد ما ينتهي، وهو اصلا العقد لمده معلومه، فما فيهاش ضرر انه يستمروا المده المعلومه. والعكس برضه نفس الحكايه. طب ولو الورثه ما لهمش في الفلاحه؟ لو الورثه ما لهمش في الفلاحه يبقى هنحسب المده اللي فاتت، يبقى عقد ايجاره. كاننا جايبينه مأجرينه باليوميه. ونروح محاسبين. واخد بالك؟ او هم يجيبوا واحد يكمل مكانهم كمؤجر بقى، يأجروا له ويدوا له اجره كعامل، وبعدين اما يطلع الثمر ياخدوا هم نصيبهم من الثمر. بأي وسيله من هذه الوسائل. وعلشان كده بيقول لك واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقا كان اوصى بثمر النخل المساقى عليها. افرض ان هو كان موصي ان الثمر اللي يطلع ده، واخد بالك ازاي، في جهه معينه لانه عليه ديون لجهه معينه، فاتضح بعد ما عمل عقد المساقاه ان الثمر ده هيطلع لهذه الجهه، واخد بالك ازاي، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. نقوم نقيم نصيبه من الثمر قد إيه ونديله أجرة مثل، واخد بالك إزاي، أو نقيم أجرته كموظف. لو إحنا هنجيب عامل باليومية هيسقي الحكاية دي وهيجي يحرس وهيجي مش عارف يقطع ويعمل، نحسب بالحاجات دي كلها ونديله أجرته في الحالات اللي زي. والله تعالى أعلى وأعلم. فصل في احكام الاجاره. الاجاره دي على فكره دي يعني عمل شائع كلنا يعني بنتعامل معاه، ولازم كل مسلم يبقى عارف اداب عقد الاجاره، لان واحد بيأجر شقه، واحد بيأجر عربيه، واحد بيقطع تذكره قطر، ما دي اجاره برضه، واخد بالك، عشان يسافر، يقطع تذكره طياره عشان يسافر، كل دي عقود اجاره، واخد بالك ازاي؟ فلازم ناخد بالنا. أو بيجيب مدرس خصوصي لأولاده عشان يدرس لهم، عقد إيجارة. أو بيتعامل مع الطبيب يقول للطبيب أنت هتعمل العملية دي
لقريبي بكام؟ كأنك أجرت الطبيب في هذه الخدمة المنفعة، وتتفق معاه وأجرك قد إيه، هتاخد قد إيه مقدم وقد إيه مؤخر وقد إيه مش عارف إيه، ويتفقوا مع بعض كل حاجة. فعقد الإيجار ده شائع مع الناس في كل نواحي الحياة، وبالتالي لازم نفهمه كويس وندرسه كويس، لأن في ناس كتير يركب الأتوبيس ويزوق، يبقى هنا أجر انتفع وما دفعش الأجر، يبقى ده بياكل أموال الناس بالباطل. يقول لك ما هو مالهاش ناس، دي حكومة، ما الحكومة دي أموال الشعب كله، ده أنت كده أخطر من القطاع الخاص، لأن كده أكلت أموال الملايين، فاهم؟ فيبقى اللي بيزوق في القطر مش عارف عقد الإيجار، اللي بيزوق في الأتوبيس مش عارف عقد الإيجار، فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه ده عايش في الباطل، حرام، هيدخله. يعني أنا كنت زمان وأنا صغير كنت أشوف جدي وأنا صغير يركب الأتوبيس وعايز ينزل يدور على الكمساري، قلت له إيه ده؟ كنت بقى في ابتدائي وإعدادي، إحنا كنا في ابتدائي وإعدادي لما نركب الأتوبيس ما نصدق الكمساري ما يجيش وننزل، واخد بالك؟ لكن كنت أشوف جدي ده الله يرحمه لازم يدور على الراجل، وبعدين لو جت المحطة ونزل وما دفعش القرش الساق بتاع التذكرة، كانت التذكرة بقرش، يروح ايه مدور على اي فقير ماشي في الشارع، خد يا ابني علشان يبرأ ذمته، واخد بالك؟ يعني كان النوعية دي ماتت ودفناها وكبرنا عليها اربع، ما بقاش فيها النوعية، عشان كده البلد اتخربت للأسف، البلد اتخربت عشان كده. يركب مترو الأنفاق ويلعب لعبة علشان البتاع الدور ويعدي وكده، ويقول لك ايه انا ما عصيتش ربنا ابدا وانا باكل حرام عمري وهو عايش في الحرام، فهمت؟ فلازم عقود الإيجار دي ناخد بالنا منها. وكم من واحد يأجر شقة ويدفع إيجار شهر واثنين وبعد كده ياكل سنين ما يرضاش يدفعها، واخد بالك؟ ويقول لك أنا وقاعد طول النهار فارد المصلية والسبحة وقاعد بيقرأ قرآن ويقول لك أنا بعبد ربنا، ما ينفعش، فهمت؟ وديك أنت عارف الإيجارات القديمة والأسعار القديمة، ويبقى مأجر شقة واخدها من أيام جده باتنين جنيه في الشهر ولسه مصمم، كل دي عقود حرام، الناس عايشة في حرام. فلازم نعرف عقد الإيجار ده عقد مهم واعين احنا في مشاكل فيه بسببه. وهي بكسر الهمزة على المشهور وحكي ضمها، وهي لغة اسم للأجرة، هي إيجارة وأجارة وأجارة، تنفع بتسليس الهمزة، لكن المشهور الكسر الفصيح. اسم للأجرة. شرعا ايه هي بقى شرعا؟ تعرفها الشرعي يعني عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، يبقى عقد على منفعة، يبقى الإيجار عقد على منفعة، هأجر الشقة عشان أسكن فيها، هأجر الأتوبيس علشان أروح بيه مشوار، هقطع التذكرة علشان يوصلني البلد الفلانية، واخد بالك؟ هتفق مع الأستاذ عشان يدرس لابني مادة كذا ويجي له يوم في الاسبوع ويقعد معاه في كل مره ساعه، واخد بالك؟ يبقى على منفعه معلوم. هتفق مع الشيخ اقابله كل يومين ولا ثلاثه، هقعد معاه بالمغرب والعشاء يحفظني القران على اني هدفع له كذا، واخد بالك؟ كل دي عقود ايجاره. او زي برضو المرضعه، واخد بالك؟ ما هي اصلها جايه من ايه؟ واخد بالك؟ فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، واخد بالك؟ يعني اجرتها، واخد بالك؟ علشان ترضع ابنك، يبقى دي منفعه، الرضاعه دي منفعه، فلازم تديها اجره. شرعا عقد على منفعه معلومه، لازم المنفعه تبقى معلومه مقصوده قابله للبذل، هيجيب لك المحترزات بعد كده، والاباحه بعوض معلوم، لازم كمان المنفعه دي هتاخد مقابل ايه؟ هدفع كام؟ استفيد مقابل ان انا هدفع كذا، لازم احدد الكذا ده تبقى معلومه. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه. معظم العقود على فكرة قايمة على هذا، ما فيش فيها إكراه، ولازم يكون إيه الاتنين إيه عندهم في سن الرشد. سن الرشد اللي هو السن الذي يتصرف فيه بحكمة، يعرف إيه اللي ينفعه وإيه اللي يضره ويتصرف بحكمة. وخرج بمعلومة، قال لك عقد على منفعة معلومة، كلمة معلومة يخرج ايه؟ يخرج الجعالة. الجعالة هنقراها، عقد الجعالة المرة الجاية. الجعالة عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك انت بتحدد منفعة غير معلومة مقابل لأجر معلوم.
منفعة غير معلومة. يعني مثلا ايه؟ ضاع مني انا الموبايل بتاعي وانا في شغلي، ورحت عامل اعلان على الاسانسير بتاع الشغل العمل بتاعي، قلت من يجد الموبايل بتاع الدكتور فلان ومكتبي في الحتة الفلانية له عندي اجرة، واخد بالك ازاي؟ ولتكن 100 جنيه مثلا. طيب اللي هيقوم يدور ده مش هيعرف هيدور في اي مكتب وفي اي جهة والمدة كم يوم، ما يعرفش، فالمنفعة غير معلومة، وقد يبحث ولا يجده، فما يجيش يقول لنا ليه اجرة. فهمت ازاي؟ لكن الاجارة لا، ده منفعة معلومة فمحددة، فانت عارف راسك من رجليك فيها. انما الجعالة ما فيش فيها الايه الحكاية دي. اقول اللي إيه؟ ابني تايه يا ولاد الحلال، اللي حيلاقيه حديله 1000 جنيه، فده يروح الناحية دي وده يروح الناحية دي وده يروح الناحية دي، ويمكن كل العالم دي كلها ما تجيبوش ويتعبوا ومحدش هيبقى ليه اجر عندي. فهمت ازاي؟ لكن اللي هيبقى ليه اجر عندي ممكن يبقى واحد تاني ما راحش اي حته، ده راح يصلي في الجامع لا قاعد في الركن، ما تعبش ولا حاجه، راح جابه وخد الحلاوه. فالجعاله هي الحلاوه، المصريين يقول لك ليكوا الحلاوه. فهمت ازاي؟ فيبقى هنا ايه؟ لما يقول لك كلمه بمعلومه على منفعه معلومه خرج الجعاله، لان المنفعه فيها مجهوله ومقصودة. قال لك تكون المنفعة بتاعتها كمان مقصودة، خرج بيها استئجار تفاحة لشمها. هو دلوقتي التفاحة ليها ريحة، الفاكهة ليها ريحة حلوة، ده كان زمان، دلوقتي بعد الهندسة الوراثية لا بقى لها طعم ولا ريحة، كله شبه بعضه بس مناظر، بناكل بعينينا أكتر ما بنستطعم ببقنا، واخد بالك؟ دي الحقيقة يعني. وعشان كده لما فقدنا استطعام الجمال حل محله إيه؟ حل محله التطرف والقسوة، لأن تملي اللي يستشعر الجمال في الأكل أو الجمال في المنظر أو في الجمال في السماع، تلاقي تملي قلبه عنده رقة، ما يبقاش عنده تطرف. إنما عالم المتطرفة دي كلها المتعصبة في أي جهة، تملي تلاقيه لا يستشعر الجمال. وإحنا برضو الفساد اللي في الأكل والشرب والحياة والحاجات دي خلانا مش فاضيين نستشعر الجمال. كان زمان مثلا كنت فاكر واحنا اطفال صغيرين كانت جدتي يشربوا من القله، كانت القله بقى مزوقاها وليها غطا كده ملون، وتحط ايه عود نعناع عليها وتحطها تغطيها كمان ببتاع شبيكه كده علشان الدبان، وتبقى حتى هي منظر القله من غير ما تشرب حلو، وتيجي تشرب الميه تلاقي ليها ريحه حلوه، انما دلوقتي بتشرب من المجاري، واخد بالك؟ كله بقى عك، ما بقاش فينا واحد جماليه بتاعه زمان، واخد بالك؟ عشان كده الجيل بتاع زمان ما كانش عندهم التطرف ده. احنا تربينا عيال تترمي في الحضانه وياكلوا من ايدين بعض ويلحوسوا ويعكوا، والهندسه الوراثيه دخلت في الاكل فما بقاش كله ليه طعم، واخد بالك؟ يعني نسال الله السلامه. وكل ده على فكره بسبب فعل اليهود، يسعون في الارض فسادا في كل المجالات، افسدوا في الاعلام وافسدوا في الزراعه وافسدوا في التجاره وافسدوا في الحروب وطريقه الاسلحه والدمار، كل ده وراء اليهود، فربنا ينجينا. واكبر تجار سلاح على مستوى العالم هم اليهود. فالمهم خلينا احنا هنا طيب عشان ما نخرجش في المصيبه اللي احنا فيها. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيديك مثال احنا مش عارفينه. احنا التفاح دلوقتي، طب بذمتك انت شميت ريحه التفاح؟ بس بناكل تفاح بس مالوش ريحه، كان زمان الزهر التفاح كان ليه ريحه. انا فاكر وانا طفل صغير كانت الفراوله دي لما يجيبوها في البيت وانا جاي من المدرسه اشمها وانا على باب العماره، اعرف انهم جايبين فراوله، اطلع اقول لهم انتوا جبتوا فراوله؟ يقولوا اه موجوده. انما دلوقتي البيت فيه كل انواع الفاكهه ومفيش اي ريحه، واخد بالك؟ بقت فاكهه ملهاش اي ريحه، وطالما ملهاش ريحه يبقى ملهاش طعم برضه على فكره. فبيقول لك كاستئجار تفاحه لشمها، ما ينفعش يبقى عقد ايجاره دي، لان التفاحه ليس الرائحه هي المقصوده منها، المقصود منها والاكل، فيش كده برضه؟ فلازم تكون المنفعه مقصوده وبقابلة للبذل، لازم تكون كمان المنفعة قابلة للبذل انك انت تديها له. خرج منفعة البضع، منفعة البضع اللي هي الانتفاع بالوطء بعقد النكاح، انت بتنتفع بايه؟ بالوطء مش بمنفعة العضو البضع ده، انت بتنتفع لك حق الانتفاع. فهمت ازاي؟ بالبضع بخلاف منفعة البضع. ليه بقى؟ لان لو حصل وطء شبهه
هيبقى مهر المثل لمين؟ للزوج صاحب العقد الصحيح ولا للمرأة؟ للمرأة. يبقى أنا كزوج بنتفع بالبضع ولكن ليس لي منفعة البضع. فهمت إزاي؟ بدليل أن مهر المثل يعود للمرأة عند وطئ الإيه؟ الشبهة، ولا يعود للرجل صاحب العقد. فهمتني بقى المسألة؟ وعلى شكرا قال لك ايه ليه؟ لان اولا منفعة البضع ليها عقد تاني يسمى عقد النكاح، ما اسموش عقد ايجار. فهمت ازاي؟ ما اسموش. وعلى شكرا قال لك قابلة للبذل، منفعة البضع خرجها، فالعقد عليها لا يسمى ايجار بل يسمى نكاح، ولازم تكون المنفعة دي مباحة. فخرج ايجارة الجواري للوطن، لأن إيجارة الجواري للوطن دي إيه؟ دي غير مباح، مش كده برضو؟ وحيخرج كمان إيجارة المعازف، لأن المعازف إيه؟ لهو غير مباح الشرع عندنا يعني، وبالتالي لا يجوز إنك أنت تأجر إيه؟ آلات اللهو. وكذلك آنية الذهب والفضة لا يجوز تؤجر، لأنها غير مباح. لابد أن يبقى المنفعة مباحة، المنفعة تبقى مباحة شرعا، خدت بالك؟ وبالتالي ما ينفعش أجر شقتي علشان يعملوها صالة قمار. فهمتني إزاي؟ ما ينفعش، ولو حتى هيدوني كذا ألف في الشهر، طالما أنا عارف إن هم هيستعملوها صالة قمار يبقى ما ينفعش أنا أجر صالة قمار. ما ينفعش أجر المصنع بتاعي عشان يستعملوه لصناعة الخمر، لابد ان يبقى ايه؟ المنفعة مباحة. وبعوض، لازم يبقى في عوض، لان لو من غير عوض وحدي لك تنتفع بيه بغير عوض هنخش في عقد ايه؟ عقد بلا عوض. العقد اللي بلا عوض ده اللي هو عقد الاعارة. الاعارة انت بتستلف مني الكتاب تقراه، ما هو الانتفاع بيه انك هتقراه لكن بلا عوض، فده يسموه ايه؟ اعاره وليست اجاره. فلما يقول لك بعوض يبقى خرج عقد الاعاره، لان عقد الاجاره بتاخده بمنفعه مقصوده مباحه بس بلا عوض، واخد بالك؟ فعلى شكرا قال لك ايه؟ بعوض، عشان يخرج العقد اللي هو على منفعه بلا عوض كعقد الاعاره. وبمعلوم، لازم يبقى مقابل العوض ده، العوض ده يبقى معلوم القدر عشان يخرج عوض المساقاة. لسه احنا قايلين في المساقاة ان هو معلوم الجزء مش معلوم القدر، هو هياخد النص من الثمر، بس النص ده قد ايه؟ ما نعرفش. هياخد التلت من الثمر، التلت ده قد ايه؟ ما نعرفش. هو معلوم الجزء مش معلوم القدر في العقد المساقاة، لكن في عقد الإيجارة لازم يكون معلوم القدر. واضح؟ علشان كده شفت التعريف هنا، كل كلمة بتخرج حاجة، كل كلمة بتخرج لك نوع. فنقرأ تاني: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. كل محترز، كل كلمة بتحترز وتخرج أنواع. ولا تصح الإيجار إلا بإيجاب، كأجرتك وقبول كاستأجرته. لازم فيها الإيجاب والقبول اللي هي الصيغة يعني. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. يعني لازم الحاجة اللي هتأجرها إيه؟ حاجة يمكن الانتفاع بها، والانتفاع بها لا يؤدي إلى استهلاكها، وإنك لو استهلكتها خلصت. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى الحاجة اللي هتستهلك ما تبقاش عقد إيجار، عقد بيع. وأنا ينفع أجر لك أكل عشان تاكله؟ ما أنت هتاكله هيخلص. فهمتني إزاي؟ ولا أجر لك شمعة علشان تولعها لما يقطعوا علينا النور بين المغرب والعشاء كل يوم؟ واخد بالك؟ مش هينفع، الشمعة هتخلص. فيبقى ما ينفع، لازم حاجة تكون ينتفع بها وتبقى بعد الانتفاع بها. واخد بالك إزاي؟ وكل ما امكن الانتفاع به، واحنا قلنا لابد ان يكون انتفاعا مباحا، نعيد تاني الكلام، لابد ان يكون انتفاع مباح.
ايوه. هل النكاح نوع من عقد الإدارة في الانتفاع بالبطل؟ لا يشبه، لكن هو مش إجارة من جميع الوجوه. يشبه الإجارة لكن مش إجارة، عقد مخصوص لأنه بيترتب عليه أمور تانية كثيرة مختلفة، بالإضافة لأن عقد الإجارة عقد مؤقت، وعقد النكاح لو خليناه مؤقت بقى زواج متعة وهو باطل في الإسلام عندنا، واخد بالك، عقد على التأبيد، إنما عقد الإجارة عقد مؤقت. وكل ما أمكن الانتفاع به، يبقى إجارة الأرحام ما تنفعش. ليه؟ لأنه انتفاع غير مباح، انتفاع غير مباح هينبني عليه مشاكل، واخد بالك، هيبقى الواد ابن مين؟ ابن اللي تكون في بطنها ولا ابن صاحبة البويضة؟ ما دي مشكلة هتنبني عليه، هيورث مين؟ فهتنبني وينسب لمين؟ واحنا عندنا لازم ايه، المحافظة على النسب دي من مقاصد الشرع، واخد بالك، وبالتالي يبقى إيجار الأرحام عندنا ما ينفعش. ليه؟ لأنه ايه؟ منفعة انتفاع غير مباح. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، زي ما قلت لك ما ينفعش إننا إيه نأجر شمعة للإيقاد ولا طعام للأكل، لأن ده هيخلص. كاستئجار دار للسكنة، بيدي لك أمثلة بقى للحاجات اللي ينتفع بها انتفاع مباح ويبقى وتبقى. دار للسكنة، السكنة دي مش مباحة؟ مباح. والدار لما حد بيسكنها سنة واتنين بتنتهي ولا بتفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي. ودبة للركوب كذلك، هتأجر دبة عشان توصلك للسيدة عيشة، هتاخد توك توك يوصلك للسيدة عيشة، عربية توصلك للسيدة عيشة، ميكروباص وتدفع له أجرته يوصلك للسيدة عيشة، فهمت ازاي؟ يبقى بتبقى. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، وإلا فل. واخد بالك. ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، علشان عقد الإجارة ده يصح طالما احنا قلنا هيتؤجر لمنفعة مباحة، واخد بالك، مع بقاء عينه، لابد ان تبقى هذه الإجارة لمدة معلومة أو لمنفعة معلومة، يعني معروفة المنفعة، مقدرة المنفعة، تبقى المنفعة معلومة. طب معروفة المدة، زي إيجار لمدة شهر، هسكن لمدة شهر، لمدة سنة، يبقى ما يقدر بمدة نحدد مدته، وما يقدر بمنفعة معلومة يحدد بالمنفعة المعلومة، فهمتني ازاي؟ إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، كأجرتك هذه الدار سنة، مفيش بقى ايه عقد ايجار على التأبيد زي اللي كان معمول زمان ده، عشان كده قال لك ان ده عقد الايجار اللي على التأبيد ده عقد غير شرعي، فهمت ازاي؟ العقود بتاعت زمان اللي هي ايام عبد الناصر، وهو ده اللي انشأ ايه بقى؟ انشأ التمليك، اصبح الناس مش هتبني وتقول لك لا ابيع، فلما عملوا التمليك مكان الايجار انبنى عليه ان بقت ايه، الشباب مش عارف يسكن، لانه ما كان لو الايجار كان ماشي مواكب للعصر وبمده معلومه كان الناس تقول لك بدل ما ابيع ااجر، واخد بالك، فلما خالفوا الشرع في المساله دي حل محلها مشكله خلو الرجل، مشكله التمليك، والمشكله للتمليك انك انت لما تخش عماره فيها 100 شقه وكل واحد يملك شقه، لما بيحصل ازمه في المرفق العام كالسلم او الاسانسير او مثلا المجاري تطفح علشان تلم فلوس وتشحت، كانك بتشحت من الشغل، انما ما يبقى مالك العماره دي موجود خلاص اتحلت الازمه، هيجي يحلها لك على طول ويصلحها لك، فهمت ازاي؟ فتبنى عليها مشاكل ايه، اتحاد الملاك والمشاكل اللي بتحصل اللي احنا عايشينها دلوقتي، واخد بالك، كل ده بسبب ايه، عقد الايجار المؤبد بتاع عبد الناصر من ايام الثوره لما قامت، يعني كان زمان يعني قبل ايام ما كان في ايجار ومش غير مؤبد، كنت تلاقي ايه شقق للايجار كلمه موجوده كده في كل حته، حتى ما تشوف افلام اسماعيل ياسين وافلام مش عارف مين بتاع زمان اللي بتحكي لك الحاله الاجتماعيه ايام مثلا الاربعينات والثلاثينيات من القرن اللي فات والعشرينيات،
تلاقي يجي صاحب البيت يقول لهم انا مش عايز، عايز استلم الشقه النهارده، يروح يجيبوا عربيه كارو وعلى اول الشارع يلاقوا شقه للايجار ينقلوا على طول، سهله. واخد الحكايه بقت سهله، انما دلوقتي بقت ازمه. فعلشان كده عقد الايجار لابد ان يبقى مده معلومه، مفيش حاجه اسمها عقد على التأبيد في الشرع الشريف. لان على التأبيد معناه سلبت المالك حريه التصرف في ملكه. مش كده برضه؟ جنيه بس العقد اللي بينك وبينه كان عقد، ده جزء من ثمن الشقه ولا جزء ايجار انتفاع؟ انت عايز تحول العقد بعد ما كان العقد ده عقد ايجاره، انك انت تحاسبه ان انا دفعت لك من يوم كذا لكذا، فاحسبهم من ثمن الشقه تحوله لعقد تمليك، ده ما ينفعش، ده اكل اموال الناس بالباطل. يمكن انا مش ناوي ابيعها، انت خدت قعدت سكنت عندي 20 سنه، دفعت لي في الشهر 1000 جنيه كل شهر، 1000 جنيه في 12 في 20، تقول لي ما هو ثمنها كذا يبقى انا كده هاخدها. بس انا العقد اللي بيني وبينك ما كانش عقد تمليك وانا ببيعها لك. فهمتني ازاي؟ سؤال بس، انت لما تبقى مالك مش هتقبل هذا المنطق. اما تبقى مؤجر تستفيد، يبقى انت كده هتاكل اموال الناس بالباطل يا استاذ. حضرتك عقد ايجار قديم، ايجار قديم يعني انا بديله 150,000 جنيه وثمن الشقه مثلا 100,000 جنيه. العقد الايجار القديم ده ما هو اتبنى عليه خلو الرجل اللي انت بتقوله ده والمقدم ده. ده بيعالجه مفاسد بمفسده برضه. ارهاق انك انت هتدفع مبلغ ضخم، واخد بالك ازاي؟ في حين انك انت مش هتتملكه. طيب شفت بقى، ما هو انبنت مظالم اهي، مظالم. لكن لو كانت العلاقه علاقه زي الشرع ومؤقته وكل واحد عارف راسه من رجليه، ما كانتش وصلت المساله لكده. لانك انت ما كنتش هتحتاج تلاقي ايجار الوقت في الزمن بتاعنا ب 10 جنيه فتضطر تدفع 200,000 علشان هتدفع 10 جنيه في الشهر بعد كده. فهمتني؟ فما ينفعش. خلينا نخلص هنا والاسئله في الاخر عشان نخلص بس المساله. لان ممكن على فكره الاسئله اللي في ذهنك تتجاوب بعد العصر. يبقى اذا قدرت منفعته باحد امرين، اما بمده كاجرتك هذه الدار سنه، او عمل كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب. يعني انت لما بتودي حته القماشه بتاعتك البدله للراجل يخيطها لك، العقد اللي بينك وبينه ايه؟ ايجار على منفعه. انه هيخيطها لك ثوب. واخد بالك ازاي؟ كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. طيب الخياطة دي ينفع تتفق معاه على مدة معلومة ولا ما ينفعش؟ اختلف على فكرة فقهاء الشافعية في المسألة. الرملي ليه رأي والإمام ابن حجر الهيتمي ليه رأي، بيقول لك لو كانت الثوب ده في العادة بيخلص في نهار يوم وممكن تتفق معاه على مدة معلومة انه يخلص لك الثوب. الامام الرملي ما وافقش ابن حجر الهيتمي في المساله دي، قال له لا، لانه ممكن اليوم ده يعمل حادثه، يجي له صداع، يتعب، يكون مريض، يحصل له وفاه لحد قريبه، فهياخد الاجره مقابل وهو ما اشتغلش. ما ينفعش، فانت اتفق معاه انه يخيطه لك، والله يخلصه في يوم خير وبركه، خلصه في يومين خير وبركه، مالكش دعوه. فهمتني ازاي؟ فما تتفقش معاه على مده معلومه في الامور المهنيه. لان المهنه بتعتمد على نشاط الصانع، ونشاط الصانع يتوقف على حالة صحته وعلى فراغه وعدم انشغاله وعدم وجود طوارئ تجيله. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي. او اذا كان هو بيشتغل مثلا والكهرباء قطعت والمكنة بتشتغل بالكهرباء، واخد بالك ازاي؟ وهو عايز يخيطها لك خلاص، تلاقي الكهرباء قطعت، يجي تاني يوم يقول لك لا انا هاجي لك يوم تاني وتتفق معاه على اجرة جديدة. فهمت؟ فما ينفعش. عشان كده كلام الامام الرملي راجح يعني على كلام الامام الهيثمي المسألة. يبقى كل ما لا ينضبط بالعمل يجب فيه تحديد المدة، وكل ما ينضبط بالعمل لا يجب فيه، يصح بغير تحديد زمن. يعني انت لما بتيجي تجيب المقاول وتدي له الارض بتاعتك وتدي له الرسمة والرخصة وتقول له ابني لي العمارة، واخد بالك ازاي؟ مش شرط تتفق معاه على مدة معينة لما يخلص لك العماره، ممكن ايه تتفق معاه على حد اقصى، لكن ما تحددلوش مده بحيث تسحب منه الشغل
بعدها، لان ممكن السوق ما كانش متوفر الاسمنت، قعد شهر في ازمه او مش عارف اي حاجه، فهو هيعمل ايه؟ فاهم؟ فالمنفعه يعني هيعمل حاجه معينه يبقى اتفق على الحاجه دي، اما يخلصها ياخد اجرته. لانك لو اتفقت معاه على مده وتقصد منفعه، فهمتني ازاي؟ يوم ايه الحاجه اللي تخلص في يومين يخلصها لك في شهر، ويتلاعب بقى، يجي يشتغل ساعه ويقعد يشرب شاي بقيه اليوم. فهمتني ازاي؟ ما هو كل يوم بقى هيقبض، ما هو كل يوم هياخد منك اجره، فده يؤدي برضو الى الخصام والنزاع. وبالتالي لما يبقى فيها منفعه نتفق على ان انا لما تعمل لي كذا هديك كذا، عملته في يوم خده، عملته في يومين هتاخده برضو، عملته في ثلاثه برضو هتاخده. فهمتني ازاي؟ علشان تمنع تلاعب ايه الـ 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 وعدم الجديه في العمل اللي يؤدي برضو الى النزاع واكل اموال الناس بالباطل. ويجب الاجره في الاجاره بنفس العقد، واطلاقها يقتضي تعجيل الاجره الا ان يشترط. يعني هل ادفعها مؤجل ولا معجل؟ لو عملنا العقد يبقى وجبت الاجره، كويس؟ وجبت الاجره يعني وجب ايه ثبوتها في حقي. لو ما اتفقناش حدها لك امتى؟ مؤخر، يبقى تفهم ان هي هتدفعها معجل. واضح؟ يعني ممكن تتفق معاه تقول له انا هدي لك نص المبلغ دلوقتي، وهدي لك ربع المبلغ بعد ما تخلص نص الشغل، والربع الاخير لما استلم. ممكن تعمل كده. لكن لو انت ما اتفقتش على الكيفيه دي وعملته العقد، يبقى وجبت وراح اشتكى، وجبت من الاول بمجرد العقد، خدت بالك؟ اطلاقها يقتضي تعجيل الاجره الا ان يشترط فيه التاجيل، فتكون الاجره مؤجله حينئذ. انت مثلا مع هيئه النقل العام بتدفع الاجره معجل، تقطع التذكره الاول، تركب الاتوبيس او القطر او الطياره، مش كده؟ بتدفع معجل، صح؟ لكن في الميكروباص تدفع مؤخر، تقول له انزل هنا اركن هنا، وانت نازل تروح مديله اجرته، تدفع مؤخر. يبقى كل حاجه على حسب العرف، يبقى متروكه ايه؟ على العرف. ولا تبطل الاجاره بموت احد المتعاقدين. يعني افرض ان انا اجرت منك الشقه لمده سنه وانا مت بعد 6 اشهر، يبقى العقد يستمر مع الورثه 6 شهور الباقيين ويدفعوا له. فهمتني بقى ازاي؟ بتنتقل للورثه في الانتفاع مده العقد. واضح؟ ولا تبطل الاجاره بموت احد المتعاقدين، او اي المؤجر والمستاجر، ولا بموت المتعاقدين نفسهم. يعني افرض المؤجر والمستاجر ماتوا، ورثه ده يحلوا محل ورثه ده، ويبقى العقد مستمر بين الورثه ده وورثه ده. واضح؟ بل تبقى الاجاره بعد الموت الى انقضاء مدتها، لان هي اصلا مدتها معلومه فما فيش ازمه. ويقوم وارث المستاجر مقامه في استيفاء منفعه العين المؤجره. وتبطل الإيجارة إمتى؟ بتلف العين المستأجرة، كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. يعني أنا أجرت منك شقة عشان أسكن فيها، حطيت فيها عفشي وسافرت اسكندرية يومين، حصل زلزال، رجعت لقيت الشقة اتهدت، واخد بالك إزاي؟ يبقى خلاص العقد اللي بيني وبينك، أشوف أنا خدتها شهرين تاخد أجر شهرين ومش هديك بقية السنة. لو كنت انا اديتك السنه مقدم هترجع لي 12 شهر حتى 10 شهور وتخصم شهرين. فهمتني ازاي؟ طالما انهدم الدار لان مش هعرف استفيد. وموت الدابه المعينه، يعني ايه الدابه المعينه؟ يعني انا قلت لك عايز اجر العربيه دي من اجانس السيارات، اتفقت معاك على عربيه معينه موديل السنه دي اللي لونها كذا، هاخدها واروح بيها اسكندريه، واخد بالك ازاي؟ فالعربية دي عطلت وما كملتش في نص السكة، ادي له نص الاجرة واجر عربية تانية. لكن انا اتفقت معاك مش على عربية معينة، زي ما بتفق انا بقطع تذكرة في هيئة ايه النقل العام على ان هتوفر لي اي اتوبيس، فالاتوبيس اما يعطل بنزل اخد اتوبيس تاني اكمل بنفس التذكرة. فهمتني ازاي؟ لان هنا مش اتوبيس معين، انا متفق على انك هتوصلني وخلاص باي اتوبيس تابع لهذه الشركة. واضح؟ يبقى ايه؟ بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة، وبطلان الإيجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. يعني
الجزء اللي انت استفدت بيه هتدفع اجرته، وبالنسبه للمستقبل اللي باقي هاخد حقي فيه، اذا كنت دفعته مقدم يرجع لي، ولما كنتش دفعته يبقى مش هدفعه. واضح؟ فلا تبطل الاجاره فيه في الازهر، يعني بالنسبه للماضي، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار اجره المثل، فتقوم المنفعه حال العقد في المده الماضيه. فاذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبه من المسمى، وما تقدم من عدم الانتفاع في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجره وبعد مضي مده لها اجره، والا انفسخ في المستقبل والماضي. فاذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبه من المسمى، نسبه ايه؟ المده اللي انا يعني استعملتها. وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجره، يعني لو انا كنت استلمت العين، يعني خد بالك انا لو عملت العقد وعايز يقول لك ان في صوره، مش هيمشي العقد في الماضي كمان. لو انا يعني عملت عقد ايجاره منك في شقتك، وانت قلت لي هدي لك المفتاح يوم كذا، رحت يوم كذا قالوا ده دخل المستشفى الراجل وبيعمل عمليه مش موجود، قاعد في المستشفى شهرين ثلاثه، واخد بالك ازاي؟ هو ما سلمهاليش، يبقى في الحق. وبعدين على ما خرج من المستشفى كانت الدار دي اتهدمت، يبقى ما يتحسبش في الماضي كمان. لان ليه؟ لانه ما مكنيش منه. عارف لو اداني المفتاح وانا ما سكنتش وقعدت شهرين ما بشغلش الدار، لكن انا معايا المفتاح ممكنني منها، هديله ايه؟ اجره الشهرين دول، مع ان انا ما سكنتش، لان هو اداني مكنني منها. فهمت ازاي؟ يبقى لابد من التمكين عشان تتحسب في المده الماضيه، لكن لو ما مكنكش ما تتحسبش في المده الماضيه، والا انفسخ في المستقبل والماضي. كويس؟ وخرج بالمعينه ما اذا كانت الدابه المؤجره في الذمه. الدابه المؤجره في الذمه يعني يقول لك ان الشركه مسؤوله انها توصلك اسكندريه على اي سياره تابعه للشركه. فهمت ازاي؟ دي اسمها في الذمه، ايجار في الذمه، لكن مش يحدد لك اتوبيس برقم معين، بايه؟ بسواق معين. يبقى ده اسمها ايجار في الذمه بخلاف المعينه. وخرج بالمعينه ما اذا كانت الدابه المؤجره في الذمه، فان المؤجر اذا احضرها وماتت في اثناء المده ما تنفسخش الايجاره. ليه؟ لانه يجيب لك غير، بل يجب على المؤجر ابداله. واعلم ان يد الاجير على العين المؤجره يد امانه، وانت راكب العربيه ايدك يد امانه، لو حاجه فسدت، واخد بالك، ازاز اتكسر، اكره اتخلعت، ما عليكش حاجه طالما انت بتستعملها بالاستعمال المعتاد، واخد بالك، لانك ايدك عليها يد امانه فلا ضمان. انما لو تعديت واستعملتها بطريقه لا تليق، يبقى في الحاله دي تضمن ايه؟ بالتعدي او بايه؟ او بالتفريط. واعلم ان يد الاجير على العين المؤجره يد امانه، وحينئذ لا ضمان على الاجير الا بعدوان. كان الافضل يقول الا ايه؟ بتفريط. ليه؟ لان افرض هو سهي انه يحافظ عليها، يعني انا اجرت منك العربيه في الاجنس ان انا هاخدها هعمل بيها مشوار اسكندريه وهجيبها لك بكره. كويس؟ ايجارها كام في اليوم؟ قال لي 500 جنيه. حاضر، خد ال 500. خدت انا العربيه، رحت للعربيه وفي عند الريست قلت انزل اشرب لي فنجان قهوه، رحت سايبها دايره والمفتاح فيها، ودخلت جوه اشرب قهوه، طلعت لقيت العربيه واحد خدها وسقها ومشي، يبقى انا هنا مفرط، سهيت، المفتاح فيها سهيت، انا ما تعديتش بس سهيت، يبقى اضمنها. وعشان كده قال لك العدوان. العدوان يعني ايه؟ ان انا سقتها بقى بطريقه بجنون على سرعه 200 في الساعه وعملت حادثه واتبهدلت العربيه، يبقى هنا ده بتعدي والتاني بسهو، الاثنين ايه؟ يضمن. ليه؟ علشان كده كان الافضل ما يقولش بعدوان، كان يقول بتفريط، فليدخل السهو والعدوان. واخد بالك ازاي؟ لا ضمان على الاجير الا بعدوان فيها، كان ضرب الدب فوق العاده، يعني ساق العربيه بسرعه فوق الايه؟ او اركبها شخصا اثقل منه، ركبها يعني اجرت منك عربيه سوزوكي حطيت فيها كذا طن حديد، ما ينفعش العربية هتتكسر،
والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على أحكام الجعالة إن شاء الله الثلاثاء بعد القدر. سبحان